ينفع اللي انت عملته ده؟ انت مجنون؟ هتودي نفسك في داهيه. يعني انت بالعربي اللي هو عامله ده يعني جاي يقول لي اكسر عربيه؟ ماليش اني اكسر عربيه يا عم، وبيشتم وبيعلي صوته، هعمل معاه ايه يعني؟ برضك كنت قلت لنا ونعرف سيوفي بيه ويجيب لك حقك، لكن ما ينفعش تضربه بالقلم كده. يا عم يا خلاص شكلك كده خربانه، شوفك النهارده صف وامشي. انا ما مشيتش عبط لحد. ارب بالقلم يا سيفي بيه وديني ما انا سايب. خلاص تجي. ينفع اللي انت عملته ده؟ انت مجنون؟ هتودي نفسك في داهيه. لا مؤاخذه شغلتنا خطر. كده مفيش حد يعرف ان انا مخدر على العمليه دي. هتعرف خرج البضاعه من مصر لحد لبنان. تفتكر ان الشاب ده عايز ينفذ معانا المره دي ولا ايه؟ قصدك ايه يعني؟ هي راحت عند ربنا ازاي؟ طبعا يا سليم بنت عارف نغيلك عشان ايه؟ انا دلوقتي جمعت لك شويه معلومات عن الناس اللي انت قلتنا عليهم. ما تقلق يا دمنهور، هذا الموقع درسينه منيح. تمام يا راي. تمام يا دمنهور. تمام يا شابي. تمام يا شابي. طيب منك ازاي؟ سيدي دمنهوري، دمنهور كبير، انت لا بيك.